FM. الكلمة ليك. سيدة سنير نيمة رئيسة جمعية فام ليدرشيب نساء وقيادة. هكا مرحبا بك مدام سناء. اليوم باش نتحدث معاك مدام سناء حول جمعيتكم، دورها في يعني مشهد المجتمع المدني اليوم منذ 2011 تنشط جمعية فاميلي ديرشيب. من خلالها نحب نعرفوا دور المرأة ومكانتها في القيادة وبصفتك يعني مرأة أعمال وصاحبة مشروع في المجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، هل من منوال جديد إذا اليوم لتونس يرتكز على التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي؟ شنو وقع الاقتصاد الرقمي في الحياة الاقتصادية لتونس أو في مستقبل البلاد اليوم من ناحية الاقتصادية؟ نبدأ بالسؤال هذية. في كلمتين، فامي ليدرشيب ساعة جمعية دونك من تنشط من 2011 بعد الثورة. لغول متاعنا لوبجيكتيف إسانسيال أن نوصلوا النساء إلى مواقع القرار، مواقع القرار في جميع المستويات، المستويات السياسية الاقتصادية الاجتماعية وفي كل مجال موجودة فيه المرأة نبرزوا الكفاءات متاعها ونحاولوا نوصلوها بالانكادرمون بالكوتشينج بالفورماسيون وكذلك بالبليدوايي يعني المناصرة في ناحية سواء القوانين وإلا ناحية اتخاذ الإجراءات أحيانا في بعض القرارات الهامة في البلاد. نحاولوا ندخلوا نحاولوا نوعيوا أكثر بضرورة وجود النساء لأنه هذه بعد يعني وجود المرأة في المجال العام وفي الفضاء العام وتدرس وعندها مجلة الأحوال الشخصية منذ ما يقارب 60 سنة، اليوم فما تراجع، فما تراجع كبير وخاصة بعد الثورة، فما تراجع في مواقع النساء في مواقع القرار. بطبيعة الناس تتعلل بأنه قبل استعملت المرأة، أنا ما نحبش الكلمة هذية بكل، كفيترين، مش صحيح لأنه النساء في القيادة والنساء كفاءتهم موجودة وكان نخرجوا من مجال التعيينات والتسميات والترقيات ونشوفوا النساء في مجالات الأكاديمية وفي المجالات العلمية اللي لا نقاش فيها، نلقاو النساء يمثلنا تقريب 80% من اللوغيات في كل المجالات، من اللي نبداو بالسيزيام اني بريمير حتى نخلطوا للدكتوراه حتى نخلطوا لتميز المرأة في المجالات العلمية. أخيرا تونسية تحصلت على لوبري لوغيال اليونسكو، شيرشوز في الميديسين بعد لابيونير زهرة بالأخضر في السيانس فيزيك قبل، ولا حبيبة محمد شعبوني في الجينيتيك وإلا غيره، باقي نساء متميزات في مجالات علمية دقيقة دو بوينت وعلى صعيد عالمي. دونك ما نجموش اليوم نقولوا راهو مزيه وما نجموش نقولوا اللي تواجد النساء اليوم بنسبة ما يقارب 65% على مقاعد الجامعة ووجودهم معناتها بالمستوى العلمي هذا المتميز، بعد ما نلقاوهمش يرجعوا بالنفع على المجموعة الوطنية في أنهم يسخروا الخبرات متاعهم هذه والكفاءات متاعهم لتنمية البلاد وتنمية القدرات وإيجاد الحلول أحيانا لمواضيع مستعصية واللي نلقاو لجيني فيمينا عنده ما يقول في حلول أحيانا ماهيش كلاسيكية بالكل. الكلمة ليك.